الرحيم. أحبتنا الكرام، أهلا بحضراتكم ولقاء جديد. والرحمن علم القرآن، مع خلق آخر وفضيلة أخرى من فضائل الإسلام، الزهد. الزهد سلاح المؤمن في مواجهة فتن الشيطان وفتنة الدنيا. تابعوا هذا اللقاء. والرحمن علم القرآن. اللهم أنت الرزاق ذو القوة المتين، وأنت خير الرازقين، ترزق من تشاء بغير حساب، سبحانك رزقك ما له من نفاد، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير، يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء، تختص برحمتك من تشاء، وأنت ذو الفضل العظيم، يا الله يا رحمن. برحب بحضراتكم مرة أخرى، وأرحب بضيفي الكريمين دكتور محمد هداية. أهلا وسهلا، كل عام وأنت طيب. كل سنة وأنت طيب. أهلا وسهلا ومرحبا. فضيلة الشيخ محمد جبريل، أهلا وسهلا، كل عام وحضرتك بخير. وأنت بكامل الصحة والسلامة المستمعين أجمعين. كما قلنا في المقدمة، الزهد فضيلة من الفضائل الإسلامية التي يعلمنا إياها الإسلام والقرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة. ولكن السؤال هنا، هل الزهد معناها أن الإسلام في المطلق وفي المجمل يكره الغنى ويكره الأموال ويكره التناعم بطيبات الله في الحياة الدنيا قبل اللقاء في الآخرة؟ هذا هو الحوار والجدل في هذا اللقاء، فتابعونا. ولكن قبل أن نشرع في التحليل والتفسير، نستمع لخير الكلام، كلام الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بداية، إذا كان ربنا سبحانه وتعالى قال عن الدنيا أنها فيها، أنها شخصيا في ذاتها فتنة، وأن فيها فتن كثيرة جدا، وأنها متاع الغرور، وصفها بأوصاف كثيرة جدا، وحضنا على الزهد فيها في هذه المتعة، رغم أنها حبب إلينا هذه المتعة والشهوات المختلفة. فالسؤال،
هل الإسلام بمفهومه الشامل يكره الغنى ويكره التمتع بالطيبات، وهل يتعارض هذا مع مفهوم الزهد في الدنيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا وبعد. هذا السؤال يا أستاذ علاء تتضح الإجابة عليه من خلال معنى الزهد نفسه. الزهد لغة ضد الرغبة والحرص على الدنيا، يعني هذا التعريف طبعا خلاصة يعني عمل علماء في من أهل اللغة وأهل الحديث وأهل التحقيق إلى آخره، أنه دايما الزهد ضد الرغبة. ولذلك أعجبني جدا أحد علماء اللغة لما قال اوعى تقول فلان يزهد في كذا. قالوا له امال نقول ايه؟ قال اذا كنت عايز تاخد المعنى الحقيقي قول فلان يزهد عن كذا مش فيه، لان لو فيه يبقى كأن في حتة حرص موجودة. شوف حضرتك طبعا فهمني، يعني ما تقولش فلان يزهد في الدنيا، قول فلان يزهد عن الدنيا اذا كان معنى الزهد اكتمل. بمعنى ايه؟ انه يعيش الدنيا لكنه نائيا عنها الى الله تبارك وتعالى، يعيش عيشة يعني فيها شيء من التكريم، لكنه نائيا بفكره وعمله وعقله وقلبه الى الله رب العالمين. بمعنى ايه؟ انا معلش اسمحوا لي، يعني عايزين نخلي فيه شمولية في المعنى. ممكن تلاقي الانسان عايش في قصر لكنه زاهد، بمعنى أنه ساعة الصلاة لا يمكن تجده في الدنيا، تجده في المسجد، في شهر رمضان في الصيام على أعلى أنواع الصيام، في موسم الحج إن كان بيؤدي الفريضة أو عليه نذر أو إلى آخره، في موسم العمرة وهكذا. فهو عايش في الدنيا مش ميت، ما هو يعني هو الزاهد مش ميت أصدق، لا هو عايش ولكنه زاهدا عنها، خارجا ونائيا بفكره عن كل ما في الدنيا، ناظرا إلى متع أسمى أو متعة أسمى وهي الآخرة. الزهد في الدنيا له مفاهيم عند العلماء اختلفوا كثيرا، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا قيمة الزهد في الدنيا وأن له جزاء أسمى عند الله تبارك وتعالى قد لا يفطن إليه المرء. الحكاية دي تبان قوي يا أستاذ علاء لما سيدنا النبي جاءه كبش أقرن أملح هيذبحه ويفرقه. كم كان محمد صلى الله عليه وسلم زاهدا، ذبح الكبش وتركه في البيت وقال لهم فرقوه، يعني أو طلعوا منه للفقراء وخذوا النصيب بتاعه وطلعوا الفقراء، وخرج. ثم عاد فسأل عائشة ما عندك منها، يقصد من الذبيحة، قالت وزعنا ثلاثة أرباعها وبقي لنا الربع. فضحك محمد لأن المفاهيم تختلف بين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه وبين محمد، حتى شوف يعني دي زوجته لكن المفاهيم مختلفة. فضحك محمد صلى الله عليه وسلم قال بل بقي لنا ثلاثة أرباعها. قالت يا رسول الله ده الربع جوه واحنا فرقنا الثلاث ارباع. قال ما عندكم ينفد وما عند الله باق. يبقى اللي احنا تصدقنا به هو اللي ايه؟ هو اللي فضل لنا، اللي احنا زاهدنا فيه هو اللي قعد لنا، لان في يوم القيامه الربع انت هتاكله لكن الثلاث ارباع اللي انت اديتهم للفقراء هو اللي انت هتلاقيهم. يبقى الزهد بيغير المفاهيم، ولذلك اذا زهدت في الدنيا كان جزاؤك الاخره، وإن طمعت في الدنيا وحرصت على الدنيا ضيعت الآخرة. عشان كده هل هو ده تفسير يعني الكلمات القرآنية والألفاظ القرآنية اللي جت في الآيات الكريمة أذهبتم طيباتكم في الحياة؟ طبعا طبعا. يعني شوف حضرتك، هقول لحضرتك على حاجة، أنا معلش أزعل، إحنا بنقلب الأمور عشان بس نفهم. شوف لما سيدنا النبي يقول لك اتق النار ولو بشق تمرة، طب هي شق تمرة دي فيها زهد؟ يعني ده شق تمرة. معنى الحديث إيه؟ انك لو تبقى التمرة عشر تمرات، لو تبقى كبش، اذا انت كل ما تكون عايز الدنيا عايز الاخرة طلع في الدنيا، اخرج في الدنيا. ولذلك اسمعوا كده سيدنا النبي وهو بيقول حديث
يخاطب به عقول من لا يفهم. يقول يقول ابن آدم مالي مالي، ها مالي مالي، فلوسي وعقاراتي وعربياتي وسياراتي وأهلي، مش كده برضو مالي؟ المال هنا مش الفلوس بس، ما له يعني. فهل لك يا ابن آدم، سيدنا النبي بيسأل وأنا أرجو أن نجيب اليوم على محمد صلى الله عليه وسلم، فهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، وما تصدقت فأقضيت؟ هو ده اللي ينفع، أو فأبقيت. خلاص، يعني إيه؟ اللي أنت أكلته ولبسته راح، طب واللي أنت تصدقت بيه هو ده اللي بقى لك، أو هو ده اللي قضى لك بالجنة على اختلاف الروايات. بمعنى إيه؟ بمعنى يا أصدق علاء، المعنى الأسمى هنا في هذه الأمور، واحد يجيه مليون جنيه رزق، هو متهيأله ده رزق، عارف حضرتك رزقه منها إيه؟ اللي كله ولبسه ده رزقه هو، والباقي مش رزقه، يدى لأولاده، يسابه بعد ما مات. يا ولذلك الرسول يشرح هذا الكلام، لأن الكلام ده كله يجمع معنى الزهد إيه. يقول لك في الدنيا ثلاثة رفقاء: مال وأهل وعمل. المال لا يخرج من البيت، وده أنا قلت في حديث كبير، لو إننا بنسمع الميت بيقول إيه وهو خارج محمول على الأعناق، بيقول: يا أهلي يا أبنائي، لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي، جمعت المال من حله وحرامه تركته لكم. صدق رسول الله، المال لا يخرج من البيت، تركته لكم تتمتعون به بعدي، وسأسأل عنه وحدي أمام الله يوم القيامة. أدي المال. طب والأهل يحملون الميت إلى المقابر، يخرجون من البيت ولا يدخلون معه القبر. إيه الوحيد الأوحد الذي يدخل القبر مع الإنسان؟ العمل. فإن كان العمل فيه زهد فتأكد أن جزاؤه الجنة. أسأل الله إن شاء الله. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأغنياء يدخلون الجنة بعد الفقراء 500 سنة. طب أنا سؤالي هنا من الحقيقة مش أدرى نفسي من عدة أسئلة. هل معنى ده إن ده يعني ربنا سبحانه وتعالى بيعوض الفقراء في الدنيا عن إن هم عاشوا حياتهم في فقر وفي ضيق، بينما كان في أخ تاني متمتع بالغنى وبحبوحة العيش؟ وهل ده نوع من العدالة وميزان العدالة يعني بيتعدل ما شاء الله في الآخرة بعد أن كان البعض سواء أنه ظلم في الدنيا؟ الأغنياء أو الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء، والعدل فيها متشدد في السنة. ليس معناه أن الفقراء أفضل من الأغنياء، لأن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء، لا، المعنى ليس كذلك، لأن الفقراء لا حساب عليهم لا في زكاة أموال ولا غير ذلك. توصل حضرتك ان الحساب هيكون اخف لانه مرفوع عنه. ما هو استاذ علاء، كلما كثر المال كثر الحساب. المعنى كده. ولكن الاغنياء سيدخلون بعدهم، ولكنهم اعلى منهم مقاما، لان الاغنياء هم الذين ساهموا في بناء المساجد والمستشفيات والمدارس وتصدقوا. فالغني تصدق بماله والفقير قليل الحيله، وبالتالي من عدل الله ورحمته أنه أدخلهم قبل الأغنياء، لأنهم لا حساب عليهم في مال ولا غير ذلك. وكما قلنا، كلما كثر المال كثر الحساب. الكلام ده جبنا منين؟ روى القرطبي في تفسيره أن أهل الصفة وهم الفقراء جاءوا لسيدنا رسول الله يشكون: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور وهم الأغنياء بالفضل والخير، هم تصدقوا وما تصدقنا، هم أطعموا وما أطعمنا. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه غلبتموهم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قالوا: قولوا سبحان الله 33، والحمد لله 33، فالله أربع، والله أكبر 34. ففرحوا بها فقالوها، فعلموا بها الأغنياء فقالوها، فجاءوا لسيدنا رسول الله يشتكون مرة ثانية: يا رسول الله،
علم الأغنياء كما علمنا، فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. المهم أن الاثنان في الجنة، الفقير الذي صبر على ابتلاء الله له بالفقر، نعم، والغني الذي تصدق بماله ولم يبخل على خلق الله، فالاثنان في الجنة. نسأل الله أن يرزقنا الجنة آمين. سواء كنا فقراء أو أغنياء. آمين يا رب العالمين. الشيخ جبريل قال معنى جميل جدا في مسألة الحساب اللي بيأخر، يعني عشان الناس تاخد بالها ان المال ده فتنة فعلا، نعم، يدخلني الجنة يطلعني منها، مش عايز اقول اللفظ التاني النار. سلم يا رب. سلم يا رب. على اني اجد يا رسول علاء في صورة الفجر موقف من الله تبارك وتعالى يجب ان نقف عنده جميعا. الله. بين الاغنياء والفقراء. ومفهوم الغنى والفقر ايه؟ مال ولا لله؟ لو انا غني بالله في الجنة، لو انا فقير لله في الجنة. فاما الانسان، الانسان ايه بوجه عام، اذا ما ابتلاه ربه، اذا هناك ابتلاء في المال، فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمني، حيركن على دي ضيع نفسه. واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانني، وركن على دي ضيع نفسه. المولى على الفريقين يا استاذ علاء جاوب بكلا وسبنا، نقل على موضوع تاني، وكأن الإجابة في كلا. كلا في اللغة للزجر والردع، يعني لا الكلام ده مظبوط ولا الكلام ده مظبوط. ايه هو الكلام ده؟ لا الغنى دليل الكرم لأنه ابتلاء، ولا الفقر دليل الإهانة لأنه ابتلاء. اما الحد القضية ايه؟ ان اكرمكم عند الله اتقاكم. هذه النقطة تحل لي مسألة المؤمن والكافر. إذا كنت أنا في قطاع المؤمنين السبت، اللي المال أضغاه ضيع نفسه، واللي الفقر أضغاه ضيع نفسه. الفقر أضغاه إزاي؟ إنه قال إيه؟ أنا فقير، ربنا هيحاسبني على إيه؟ المولى جاوب على الاثنين، قال كلا، لا ده دليل الكرم ولا الفقر دليل الإهانة، لا الغنى دليل الكرم ولا الفقر دليل الإهانة. وحل القضية في سورة أخرى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الدنيا جنة الكافر حقيقة، لأنه يأخذ منها متع كاملة يتركها الإيه؟ المؤمن من أجل الآخرة زهدا زهدا، أو بمعنى أدق عشان أبقى في اللغة مظبوط، تزهدا. لأن زهدا يبقى مش مني، في التفاعل مني، فأتركها تزهدا، أبقى أنا رجل متزهد، لأن التزهيد عكس الترغيب بالتفعيل مني أنا، خلاص. طيب والتزهد، مش التزهيد بقى، التزهد، ها، التعبد. اذا ممكن الكافر بيعمل ايه؟ ياخو عايز يعيش الدنيا على انظر الى الغرض، حتى التقنية اللي ربنا فتح عليهم بيها بيستخدموها في ايه؟ في الحصول على متع الدنيا. ولما تلاقي مسلم منهم بيستخدم التقنية في ايه؟ يعمل لك القرآن بصوت الشيخ جبريل على كمبيوتر وعلى يعني شوف جنة وسجن فعلا. ده سجن هنا ما نفهمهاش بمعنى قضبان بقى وسجن، ده سجنوا ايمانه، سجنوا في حظيرة الله تبارك وتعالى بالزهد او بالتزهد عشان نبقى مظبوطين. ويبقى هذا الانسان افلح ولا لا؟ طبعا. انصح ولا لا؟ يعني يوم القيامه هتجيب الفريقين، حتى الغرب هيجي منهم المسلمين، استخدموا التقنيه في ايه؟ في القران والحديث و و و والتاني عمل بقى افلام السكس والجنس يعني استخدم التقنيه في متع ولذات زائله ولا لا؟ وحرام. حرام وزائله ولا مش زائله؟ زائله. يعني شوف انا بعيد الجمله دي تاني، زعلاء انا بحبها جدا، كل نعيم صوره الشيطان لي أدم دون الجنة فهو حقير، وأي عذاب صوره للشيطان ده عذاب وضيق عليك. يعني الرجل الملتزم بالله عليك، هنا نسمع حديث رسول الله: سيأتي زمان على أمتي القابض فيه على دينه. ها؟ القابض على الجمر بإيه يا رسول الله؟ القابض على الجمر بترياية المجتمع، لبست الحجاب وبطلت تصبغ وده عمل اللحية، ومش كده برضو دي الترياء اللي احنا اللي بنعيشها احنا المسلمين حتى في المجتمعات الغربية، مش كده برضو؟ ده يعني شوف زينة يزينها الشيطان للكافر
وضيق يصوره الشيطان للمؤمن. المؤمن ما بيخرجش يقوله زي بعضه انا عايز الضيق ده، انا عايز السجن ده. لان النهارده انا قلت لك سيدنا نوح لما سئل عن امه محمد صلى الله عليه وسلم في اعمارنا احنا 60 ل 80 قال ايه؟ قال ده دول ما يبنوش بيوت، دول يبنوا ايه؟ قبور على طول. لماذا يا نوح؟ قال انا على ما عاشه من العمر 950 الف على اختلاف الروايات. قال ايه؟ شعرت بان الدنيا دار واحده لها بابان، دخلت من واحد وخرجت من الاخر وخلاص على كده. ده اللي عاش 950 سنه بالظبط، فاللي احنا بنعيش 60، لو انا وعيت لنفسي وزي ما حضرتك تفضلت عشتها سجن. حتى سيدنا النبي قال لي ايه؟ قال لي كل نعيم سوى الجنه حقير، وكل عذاب سوى النار هين. سيدنا النبي لما كان بيخرج في حر الصيف في مكه او في المدينه، وانتم عارفين البلاد دي احر من عندنا قد ايه، بتروح وبتشوف، كان يقول ايه؟ الحمد لله على حر هذا اليوم، اللهم قنا حر النار وعذاب النار. شوف دماغه رايحه فين؟ ليوم محدد. كل عمل المؤمن يا استاذ علاء المتزهد في الدنيا ليوم، هذا اليوم قرا فيه الحق سبحانه وتعالى عن ابتلاءات الدنيا انه لا ينفع فيه مال ولا بنون. مش دي زينه الدنيا ومتع الدنيا؟ الا من اتى الله بقلب سليم. اسال الله ان يعلمنا التزهد بيقين بالمعنى الحقيقي له، انه على ما يشاء قدير. ما شاء الله. في القران الكريم في مواضع كثيره بنجد فعلا وصف لهذه الابتلاءات، المال والبنون، وايضا والذهب والفضه والخيل والقناطير المقنطره والنساء، ايضا كلها فتن وزينه وشهوات. انا سؤالي صعب جدا، لانه مش سؤال خاص بعلاء، هو سؤال خاص بكل مؤمن وكل مسلم بيجد فتن الشيطان اللي الدكتور هداية قال عليها. كيف اصل الى هذا التزهد اللي اتكلمنا عنه في مقابل كل هذه الابتلاءات وكل هذه الفتن؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا امر لو فهمناه لذهب الاشكال. نعم. ولا تضروا من القران بعضه ببعض. لا ابدا. ان الله لم يذم الدنيا لذاتها، ولكنه ذمها في فعلها او فعل اهلها. نعم. نعم. لانهم شغلوا عن الاخره وتفرغوا للدنيا ونسوا خالقها. نعم. فتكبروا على الله وعلى خلقه. نجيب مثال قارون. نعم. في قصة قارون عندما أعطاه الله نعمة المال ماذا قال؟ هل نسبها إلى المنعم سبحانه وتعالى؟ قال إنما أوتيته على علم عندي. نعم. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا أكثر مالا، ولكن لا يسأل عن ذنوبه المجرمون. المجرم مجرم، مش كده وبس، لأن ربنا مدح، سيدنا رسول الله مدح الدنيا فقال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فالإنسان يتمتع بالدنيا كيفما شاء، ولكن ما دام من كسب حلال في إنفاق حلال، وليعلم أن الدنيا ما هي إلا إيه؟ حطة للآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. هذه الآية فيها نهي لسيدنا رسول الله، وأنا يعني مش فهم هذا النهي يا دكتور هداية، عايز أفهم. هو النهي لرسول الله في هذه الآية الوصية لعين الأمة، يعني حينما يقول القرآن لرسول الله إذا طلقتم، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، محمد لم يطلق، لكن إذا طلقتم بوصفه زعيم الأمة. لو حضرتك ذكر الزعلاء موضوع الزهد وإحنا بنتناقش قبل التسجيلات ربطناه بالقناعة، وهو مربوط بيها، وأنا تكلمت في القناعة وقلنا إن الراجل بيزني ليه والعياذ بالله، لأنه ما عندوش رضا بزوجته مع إنه متزوج، وزي ما الشيخ جبريل تفضل الزواج يعصمه، المفروض إن الزواج بيعصمه، المفروض إن الزواج يعني هو تزوج لماذا؟ يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج وإلا فليصم. فما بالك بمن تزوج، يعني ده اللي ما اتجوزش هيصوم علشان يقي نفسه الزنا. طب واللي تزوج ويزني لم يرضى بعطاء الله، لم يرضى بما قسم الله له. الزهد استكمال
لمسألة القناعة. او يعني شوف يا استاذ علاء، هي بمفهوم اللغويين او اهل التحقيق، يا القناعة طريق الزهد، يا الزهد طريق القناعة، بيكملوا بعض، بيكملوا بعض. من اي باب تبدأ ومن ايهما تبدأ تصل ان شاء الله. هذه الآية بتقول ايه؟ ارضى بما قسم الله لك من زوجتك ولا تنظر الى زوجات غيرك. وده اللي بيحصل في المجتمعات، ده اللي بيحصل يعني. يمكن في المجتمعات الاسلامية الحمد لله الموضوع بسيط شوي، انما في المجتمعات الغربية اللي ما فيهاش اسلام حضرتك تجد الزنا على اعلى مستوى، وما عندهمش حرام بقى يعني، دي مسألة. فاحنا عايزين برضو نشوف، بدأت الآيات قل للمؤمنين يغضوا قبل ما قال للمؤمنات، فاحنا عايز اقول الرجال قبل النساء والنساء قبل الرجال، وهي مسألة القناعة ومسألة الزهد في قضية من اخطر القضايا وفي امر من اخطر الامور عقاب يوم القيامة، وهي الزنا والعياذ بالله. اسأل الله السلامة. نسأل الله السلامة. كمل بس بعد اذن الدكتور برضو سيدنا حسن البصري. نعم. لما سئل عن سر زهده في الدنيا قال ثلاثة: علمت أن رزقي لن يأخذه أحد غيري فاطمأن قلبي، وعلمت أن عملي لن يقوم به أحد غيري فاشتغلت به، وعلمت أن الله مطلع علي فاستحيت أن يراني على معصية. ما شاء الله، اللهم ارزقنا هذا في الدنيا وفي الآخرة. وختاما في هذا اللقاء نجد أحبتنا الكرام دائما أن الأخلاق الإسلامية والطبائع والفضائل التي يعلمها إياها الإسلام مرتبطة بعضها ببعض، فالقناعة تؤدي إلى الزهد والزهد يؤدي إلى القناعة، والاثنان يصبان في معنى اليقين أن هناك موت وأن هناك بعث وأن هناك حساب، وإما جنة ونعيم وإما نار وجحيم والعياذ بالله. ففي النهاية الزهد يقين كامل، لأن هذه المتعة ما هي إلا فتنة، وأن المتعة الحقيقية هي في دار الخلد في جنة الفردوس الأعلى إن شاء الله. اللهم بلغنا هذا المقام بفضلك. آمين يا رب العالمين. اللهم لك الحمد كثيرا كما تعطي كثيرا، لك الحمد على ما أعطيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت، نستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، أنت الغني ونحن الفقراء إليك. اللهم ارزقنا زهدا في دنيانا ورغبة في أخرانا يا رب البيت الحرام والمشعر الحرام والركن والمقام، اصرفنا عن الحرام والمأكل الحرام والملبس الحرام وعن كل باب يؤدي إلى الحرام. يا منزل البركات نسألك البركة في العمر والبركة في الرزق والبركة في الوالدين والبركة في الذرية والبركة في الأعمال الصالحة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.